ماتش صعيب، كتعرف عارف العراق عندهم واحد خصوصا المنتخبات ديالهم ديما كتحقق انجازات مزيانه، وكنتمنوا باش يتداركوا الموقف. الماتش ديال اوكرانيا واخا خسروا كان داك النقص العددي هذا كيجيني انا عادي، هو اللي ما كيجيني ماشي عادي، والخيارات ديال المدرب قبل ما يمشي ولاد الالعاب الاولمبيه، حيت هو عول على شي لعابه اللي ما تايقش فراقهم 100% وغيصيفطهم. على عكس كنشوفه هنا في البطوله كاينين دي دومي سونتر مزيانين وعندهم نيت هذا، فهمتي؟ في العمر ديال ايفان طروا اللي العمر اولمبي اللي يمشيو ويلعبوا ويكونوا، فهمتي، يكونوا احسن من هادو اللي كاينين دابا. كنشوفوا النقاش اللي اريير غوش، النقاش داك الدريري الصغير اللي جابته للجيش اريير غوش، كنشوفوه لاعب دومي سونتر. ما فهمني هادشي كيبين انك انت غادي حتى الالعاب الاولمبيه وغادي ترقع. حنا الماتش ديال غدا راه نقدروا نتاهلوا، فهمتيني؟ راه شي حاجه اللي عاديه هي نتاهلوا، فهمتي؟ ولكن راه باش نجيبوا شي ميداليه ولا شي حاجه في هذه الالعاب الاولمبيه كيبان لي صعيب. هادشي اللي كاين من الاختيارات من الاول. المقابله حنا توقعنا في الماتش ديال اوكرانيا بان غتكون الى بنادم ما خدش الامور بجديه غادي كنا عارفين غنوحلوا معاهم، لانه كيمتازوا هما بالسرعه وهادي، وتا المدرب سكيتي ما عرفش يتعامل مع الماتش صراحه. الكره راه فيها كيتسمى الخبط الرياضي، هذاك كيتسمى عندك تحرميات حنا باللغه ديالنا، ولكن كيبان بانه ما عندوش تحرميات ديال الكره. اما بالنسبه للماتش العراق انا كنظن انا عندي خايف اللي يوقع لينا كما وقع السعوديه في كوب دي موند قطر، ربحوا الارجنتين قالوا صافي سالات، سقوا غاردين، سقوا قاسم جماطات ورجعوا البلاد. اذا كنظن ان السيناريو كنظن الله يستر غيتعاود للمغرب، لان العراق معروفين بالشراسه ديالهم وما غي يعني ما غيستسلموش بهذه اللغه، كيلعبوا قاصحين شويه وعندهم هذاك الدفاع والحماس وكيبان لهم حتى هما يقدروا يتكاليفوا. فلهذا كنظن انا ما نعولش على المدرب، هؤلاء اللعاب الا كانوا رجال هما اللي قدروا بهذيك النفس ديالهم يقدروا يحققوا شي نتيجه. اما السيناريو اللي بين عيني راه السيناريو ديال السعوديه كيبان لي جاي، وما ما تخرجش على واحد زيرو، واحد زيرو جوج لواحد، لان كما كنقولوا فرقه غتقتل وحده، فهمتيني؟ على اساس لان المدرب انا سكيتيوي ما معولش عليه، كذوب على الله حرام، يعني بان عنده افلاس تكتيكي واضح للعمق كاع، ماشي حتى الواحد عنده تجربه، ما بان لينا والو منه، لانه انت عندك ليفيكتيف وما عرفتيش دير لي شونجمون يعني ديال واحد ماشي حتى مبتدئ، واحد ديخ بالمفهوم شمي كدوخ كيقول لك المغاربه الا دختي شد الارض. هادشي اللي بغيت نقول ليها، ما دير لي شونجمون كتبدا كتخرمز، والمدرب ديال اوكرانيا زاكي لعب معاك كره، لعب معاك تاكتيك، وانت بهذا المفهوم كترقع. لهذا انا كنحذرهم من العراق، انا كنعرف العراق لعبنا معاهم بون ايكيب مغرب وحنا معاهم، علاش؟ لان عندهم الشراسه معروفين بهذوك، بالاخص هما العراقيين في هذاك المنطقه ديال الشرق الاوسط، العراقيين ماشي ساهلين، عندكم هما الايرانيين. تلعبش الى مشاو تدارب بين عينيهم كيلعبوا معاك كره رجوله، كاين غتكون لونغاجمون، ها داك الشيء ديال ها ولا ها راه لونغاجمون غتكون. الا صيدتيه في شي بيت راه تقدر ديه، اما هو الا بقيتي غادي لاعب معاه بشويه وهادي وحكات هادي ويدخل الماتش غتوحل معاه. والتوقعات اش نقول لك؟ خصهم يربحوا، انا من عندي خصهم يربحوا، غادي يربحوا ان شاء الله بشي واحد بثلاثة لواحد، إلا كانوا ولا لعبوا معقول بحال دوك الزيادة واللعب الفردي، حيت اللي يخرج على المغاربة شنو هو؟ من تيحققوا نتيجة كبيرة من وراها ديما تتلقى التعادل ولا واش نقول لك؟ راه أي واحد تيحمل المسؤولية المدرب أولا على التغييرات، ثانيا شي حاجة في المنتخب ماشي هي هذيك بحال هو محطوط. واش نقول لك؟ جيب الطاقم التقني كله اللي مع المدرب الاخر، واللعابه جايين كانهم حاسين براسهم جايين بالوصايا، وداك الشيء ماشي هو هذاك. والمدرب واللعابه اللي كانوا تيلعبوا راه هاديه، راه غدا ان شاء الله كاين عيد العرش، الا بغاو يهديو شي حاجه للشعب المغربي هادي الوقت ديالها.